يقول السائل: المعروف أن القرآن نزل على 7 أحرف، فهل المقصود بذلك القراءات السبع؟ نعم، هذا ورد في الحديث: أنزل القرآن على 7 أحرف. اختلف العلماء في تفسيره، ولم يقل أحد منهم فيما أعلم إن المراد بها القراءات السبع، وإنما قالوا المراد اللهجات، لهجات العرب، مثل تعال وأقبل وهلم نعم، المراد بها اللهجات، لهجات العربية. نعم.